للكوره، وبالتاكيد الاهلي هيبدا استعداداته غدا لمواجهه الهلال السوداني الشقيق في دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا. ان شاء الله هتكون يوم السبت القادم اول مباراه لينا في دور المجموعات بعد تاجيل مباراه الجوله الاولى. زي ما حضرتك عارف، زي ما حضراتكم عارفين، ان القطن الكاميروني كان من المفترض ان احنا هنلعب القطن الكاميروني في اولى المباريات، ولكن بسبب مشاركه النادي الاهلي في كاس العالم للانديه تاجلت هذه المباراه. يوم السبت عندنا مباراة، احنا اتكلمت عن الموضوع ده كتير جدا امبارح، والنهاردة برضو هنتكلم كثيرا عن هذا الأمر. مباراة صعبة جدا جدا جدا. دايما المباريات الإفريقية أول مباراة لما بتتغلب وبتبقى راجع تلعب على أرضك، أنا بتكلم على الهلال هنا، بيبقى الهلال عايز يكسب بأي طريقة، عايز يكسب بأي طريقة، وده حقهم طبعا. نادي الهلال نادي كبير ونادي عريق وله جماهيرية كبيرة جدا في السودان، حقهم. ولكن إن شاء الله النادي الأهلي يستطيع إن هو يلعب مباراة جيدة جدا 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 في ظل الظروف. الحمد لله عندنا مجموعة لاعبين على أعلى مستوى، عندنا الحمد لله استعدادات قوية جدا جدا. تراجع من كأس العالم، خدت يوم ولا يومين أجازة، وهترجع بعد اليومين الأجازة دول تبدأ استعداد لهذه المباراة.